نبعد بقى عن الفن شوية ونروح للرياضة، ويمكن لسه منتخبنا المصري متصدر الكلام في الترند خلال الأسبوع ده بعد التأهل للدور ال 16 من بطولة الأمم الأفريقية واللي هيقابل فيه منتخب كوت ديفوار. اتصدر المنتخب السوشيال ميديا بخبر تاني مهم جدا، وهو المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 واللي هيتلعب في قطر، والمباراة دي احنا هنقابل فيها منتخب السنغال. ويمكن الناس اتقسمت في الرأي حوالين الماتش ده، ناس شايفة انه ماتش كويس خصوصا ان المستوى اللي ظهر بيه منتخب السنغال في بطولة الأمم الأفريقية هو مستوى متوسط، مش هو يعني اللي نخاف منه، وناس تانية شايفة انه ماتش صعب لان منتخب السنغال تقريبا ما فيهوش فيه مركز، ما فيهوش لاعب محترف في فريق كبير، وطبعا في مقدمتهم اللاعب ساديو ماني زميل نجمنا الكبير محمد صلاح في ليفربول. المهم هنا بقى في الموضوع ان مصر هيبقى عندها ماتشين مع السنغال، الاول هيبقى في مصر وان شاء الله يوم 24 مارس اللي جاي، والماتش الثاني هيبقى يوم 29 مارس وده هيبقى في العاصمه السنغاليه داكار. وطبعا مهم جدا اننا نحقق الفوز في الماتش الاول اللي هيبقى هنا في القاهره عشان نبقى مرتاحين في الماتش الثاني اللي هيكون في السنغال، وربنا يوفق منتخب مصر ان شاء الله ونوصل لكاس العالم.